درجه الحراره اقصاها في الارتفاع نظرا للاسماء والشعارات القويه. ينطلق إذن مشاهدينا الكرام على بركة الله وتوفيقه ثالث الأشواط، شوط مخصص للحقائق البكار، مسافته هي 3 كيلومترات. ومثلما ذكرت قبل قليل بأنها للمرة الأولى ننطلق في هذه المسافة مع هذا السن، نأخذ في ارتفاع المسافة تدريجيا إلى أن نصل إلى 4 كيلومترات، المسافة المقررة لهذا السن، سن الحقائق. أنطلق مع المركز الأول لأجد طوارئ من تعلن حالة الطوارئ بتقدمها واحتلالها للمركز الأول لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. يضمر طوارئ مسفر بن علي السناري الشايبة تليها في المركز الثاني أيضا بذات الشعار، شعار سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني. يضمر الشايبة أيضا مسفر بن علي السناري. من يسيطر على المركز الأول والثاني مع طواري والشايبة؟ المركز الثالث نتابع هنا شرف أيضا في مرتبة الشرف وفي موقع الشرف لهجن الشحانية تعود ملكيتها وأيضا مرها حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الثالث نشاهد هنا السكرانة من تحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن احمد ال احمد ال ثاني. وفي المركز الخامس تصل بلشه، بلشه تحتل المركز الخامس الان لسعاده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ال عبد الرحمن ال ثاني، هي المنطلقه في المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نسير معكم ضمن مجريات الشوط الثالث الرئيسي، والصداره ما زالت مع طوارئ، طوارئ ما زالت على المركز الأول وما زالت هي القائدة لجموع ومجاميع هذا الشوط. حصل دخول قوي وتسلل، دخول من قبل مشاهدينا الكرام بلشة، بلشة تتسلل الآن لتخطف المركز الأول لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني. شقيق الشيخ محمد يتنافس معه على المركز الأول، التنافس مشروع هنا ما بين الشعارات، بينما المركز الثاني طوارئ، المركز الثالث شرف تحتل المركز الثالث حفلنا الكرام، أو هذه مشغلة اللي تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. شرف شرف يا شرف، ومرتبة الشرف دائما مع المركز الأول. المركز الرابع حصل دخول أيضا، شوفوا الشعار الأصفر اللي بدأ يتسلل أيضا من العمق وبدأ يختطف مقدمة هذا الشوط، اسمها ردة. الله يا ردة، لعليها عليها مواصفات تؤهلها لانتزاع الشوط. وردت ردة، ردتها قوية هذه ردة مشاهدينا الكرام. انطلقت الآن في المركز الأول لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني. يضمرها حمد بن لزي وحل مري. يا سلام الخطورة مع لبة اللي على المركز الثالث الآن لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. أصدر تعليماته وتوجيهاته على لبة، ولكن رد. يا سلام رد على المركز الأول، ما زالت صامدة وما زالت مقاتلة، تنطلق في المركز الأول بقيادة باللزيوة، ولكن لبة تلبي النداءات وتحتل المركز الثاني. رد على المركز الأول لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني. حمد بن لزيوح في التضمير، المركز الثاني هذه لبة 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 لبة، ومثل ما يقولون يا لبة عروقك لباه يا لبة. انطلقت إلى المركز الأول وغيرت مجريات الأمور لهجن الشحانية. لبة تعود الملكية بقيادة الابن الذهبي جابر بن سالم بن فاران. ردة عادت مرة أخرى، بالفعل اسم على مسمى، ردت ردة، ولكن لبة لبة على المركز الأول. ردة يا سلام، ولكن ينحسم الموقف لمصلحة لبة. تهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز. المركز الثاني ردة لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني. المركز الثالث كان من نصيب شرف لهجن الشحانية. المركز الرابع
جاءت في خواطر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، والمركز الخامس جاءت فيه العبور لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد آل ثاني. إذن مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، ما كنتم عبر قناة الريان الفضائية الناقل الرسمي لفعاليات سباقات الهجني هنا في ميدان الشحانية، حيث استمتعنا بمنافسة كانت أضلاعها في النهاية ضلعين اثنان فقط، اسمهما لبى وردة. ردة ردت على لبى، ولكن لبى أبت إلا أن تحقق العلامة الكاملة من خلال حصدها وحصولها على نقطة تميز هذا الشوط. قطعت المسافة لبى في زمن مقداره 4:40 78 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثاني جاءت فيه ردة وقطعت المسافة في 4:41 28 جزءا من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن آل ثاني، والتهنئة للمضمر حمد بن لزيوح المري. شرف جاءت في المركز الثالث قاطعة المسافة في 4:42 78 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز شرف بالمركز الثالث، والتهنئة للمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري.